والله الحمد لله، نظن باللي هو في عدة خرجات إعلامية كان تكلم عن الملاعب الجديدة، وهو كان يتمنى والآخر أن الفريق الوطني سواء الأول أو الفريق الثاني أو حتى الأندية الجزائرية يعني تعود تلعب منها مستقبلا في مثل هذه الملاعب، في انتظار الملاعب الأخرى كدويرة، كملعب تيزي وزو، وملعب 5 جويلية الذي س يعني يعد تأهيله، وكذلك ملعب تشاكر. الحمد لله، نظن في الأشهر والسنوات القليلة القادمة الجزائر ستكون لها ملاعب كما يقولوا في من الطراز العالي، تخلي الكرة الجزائرية أولا تتطور، وكذلك يعني نطمع لما لا تنظيم كان 2025 وتظاهرات أخرى لما لا عالمية إن شاء الله.